قامت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مدار شهر إبريل بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت عقد ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيس جامعة أسيوط. كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة أكد خلالها أهمية الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجه الأمة والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها الوطنية لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطن وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا. كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول.